مدينة درنا معانا من هناك مراسلنا عبد السلام عياد. عبد السلام صباح الخير. أهلا وسهلا بك عبد السلام، وفرصة طيبة أن نلتقي بعد غياب لفترة لا بأس بها لكي نتعرف على أحوال مدينة درنا، الأنشطة، الفعاليات، كل ما يتعلق بدرنا وأهل درنا تعطيه لنا في هذه المراسلة. خلينا نبدأ بحالة الطقس. حالة الطقس اليوم ما شاء الله، يعني درجة الحرارة معتدلة، ما نبيش نقول لك جو صيفي، ولكن جو زي ما نقولوا نحن الريح فيه شوي من الحركة والأمور تمام، والجو معتدل نوعا ما. خلينا نبدأ معك بأول خبر، ربما هذه من الأخبار المفرحة لمدينة درنا، وهو إعادة افتتاح ميناء درنا البحري. وتم الإعلان الرسمي عن طريق شركة الملاحة البحرية بميناء درنا البحري بأن الميناء جاهز لعملية الاستيراد والتصدير أيضا، وتم إعلان لجميع الشركات ولمن لديه الرغبة يستورد عن طريق ميناء درنا أن ميناء درنا جاهز. هذه تعتبر بادرة طيبة، وهذه فرصة عمل للكثيرين من شباب مدينة درنا بميناء مدينة درنا. هذا أول الأخبار. الأخبار الأخرى فيما يخص المناشط الثقافية، وزي ما قلت لك المناشط الثقافية خصوصا لمؤسسات المجتمع المدني، لا زالت بعض مؤسسات المجتمع المدني تقوم ببعض الدورات تحت مسمى رفع الكفاءة المهنية. هذه الدورات اللي ممكن محدده بالايام وبعضها محدده بالساعات، فالعديد من مؤسسات المجتمع المدني تقوم بهذه الدورات في ظل توقف القطاع زي ما قلنا القطاع العام او الادارات العامه اللي قد تكون من المفترض ان تقوم بدورات لرفع الكفاءه المهنيه للموظفين، لكن مؤسسات المجتمع المدني هو مؤسسات المجتمع المدني في مدينه درنا النشطه معدوده، يعني رغم ان العدد كبير ولكن من تحصل على زي ما نقول الاذن المزاوله او الترخيص الامني لأنه يمكن 4 أو 5 مؤسسات. الجانب الآخر متابعة المواطن الدرناوي للجانب السياسي. المواطن الدرناوي في هذه الفترة ربما يهتم بجوانب الاجتماعية أكثر، غير مهتم ومتابع جيد للجانب السياسي، وهذه أول مرة بادرة تسجل لأهالي مدينة درنا. أنت تعلم جيدا أحمد، يعلم الكثير أن أهل درنا أو الدراوني دائما لديهم فلسفة خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن يبدو أن ظروفهم الاجتماعية جعلتهم يهتموا أكثر بالجانب الاجتماعي وبالجانب الحياتي حتى يكون معك واضح، والجانب السياسي أصبح تحصيل حاصل متابعة فيما يخص الاستقرار أو صرف الميزانية أو حال الرواتب هكذا في الجانب. أما الحوارات أو ما حدث في الخارج من حوارات خارجية فلم يهتم بها المواطن الدرناوي، حتى لما تجي تسأل لا يعطيك الإجابة، يقول أنا مهتم بجانبي الخاص. وهذه تعتبر نقطة يعني تسجل لدى أهالي مدينة درنا أو الشارع الدرناوي اللي كان دائما حديثة مسترسل في المواضيع الأخرى. نعم. إذا كان ما عندي وقت في جانب نعم تفضل. وهو الموسم، نحن بدأنا نودع الآن في موسم المشماش في مدينة درنا، اللي هو الموسم اللي خاض ممكن شهر كامل من شهر 6، يعني كما قيل لنا إن شاء الله ما يجيش لنهاية بداية شهر 7 اللي يكون المشماش مكتمل هذا الموسم، ولا يتواجد في السوق إلا ربما المستورد، المشماش المستورد، ولكن المشماش المحلي او المشماش وادي الشواعر او وادي درنا المعروف فيكتمل الموسم ان شاء الله خلال الاسبوع القادم، يكون السوق سوق خالي من المنتج الدرناوي او ما يوجد الان هو المنتج المستورد. ويستعد اهالي مدينه درنا ربما لموسم اخر اللي هو موسم الفاكهه الاخرى، ربما الخوخ او الفاكهه الملاحقه للمشماش اللي هو الخوخ، ومن ثم موسم العنب، ونختم الصيف بموسم الرمان. هذه المواسم. السوق في مدينه درنا المواطن الان يحاول بقدر الامكان ان يتماشى مع السوق. السوق بين الارتفاع وبين الـ وبين الـ وبين الهبوط فيما يخص السلع او الخضروات اللي ذات الاستهلاك اليومي، ولكن يشهد الان انخفاض نسبي في سعر الخضروات، وهذا يعني بادره كويسه للمواطن.
هذا بشكل مختصر الاخبار اللي قدرنا. فيما يخص الاخبار في قطاع التعليم بالذات انتهاء العام الدراسي فيما يخص الصف الاول والثاني والثالث من التعليم الابتدائي والرابع والخامس محتمل في نهايه الشهر وزي ما اقول لك العمليه التعليميه ماشيه على اكمل وجه في مدينه درنه. المواطن في مدينه درنه ينتظر الافضل. الشارع الدرناوي الان مهتم اكثر بالميزانيه وبما تم ربطه بالميزانيه سواء في حكومه السيد باشا آغا او فيما يخص الوعود التي انطلقت من حكومه الطيبه بان سوف يكون هناك ارتفاع او تسويه للرواتب او تطبيق اللائحه المخصصه او القرار المخصص لرواتب المواطن. فالمواطن يهتم بهذا الجانب اكثر بصراحه اللي هو موضوع الرواتب وهو شغل الشاغل وحديث الشارع وحديث اهالي مدينه درنه بالكامل.